عيون الأخبار. اسمي تو جهاد. مراد لي. علي مراد لي. مراد. مراد لي علي. تولد تو. ما كيربان صار. كيربان صار. 1969. از کجا اومدی؟ از ایران. از ایران اومدی اینجا. تو در سوریه الان هستی؟ بله. اجا من ایران، هو هلا فی سوریه. برای چی اومدی اینجا؟ ایران برای جنگ اومدم. اومدی برای جنگ سوریه. اجا میشن حرب مع الایرانیین در سوریه. تو ملت کی بود؟ ما ملت افغانستان. هو من قومیه افغانیه. خب تو برای چی بود در حبس در ایران؟ ما بجرم مواد مخدر 6 سنة. كان في إيران بالسجن لمدة 6 سنين محكوم لأنه كان تاجر مخدرات. خوب. تو ياد براي سلاح ياد قريفتي در إيران يا در سوريا؟ در إيران. در إيران. كان روز مثلا؟ هاي روز. أخذ دورة تدريب على السلاح لمدة 5 أيام في إيران وإجا على سوريا بعدين. در سوريا كان روز هم ياد؟ این یاد نمیده، این یه در روز بودیم، این اولین جنگ بود که ما شرکت کردیم. رجو لحونه، بعد عشتیه من مجیع و لحونه، بعدو مباشرتاً على قتال ضد الجيش الحر. هر ماه بول چند میده؟ دو میلیون. دو میلیون یعنی تقریباً دلار چند بیشه؟ دلار تقریباً، دلار دقیقاً در 600 دلار. 600 دلار. بياخذ راتب شهري 2 مليون تومان ايراني تقريبا على الدولار بيجوا 600 دولار. ايرانيان فرمانده شي گفتم بدول براي شي ما مي جنگيم در سوريا ليو مش قد زمان لم بود و هدف يا زيرانياي ديگه اهداف ايران مثلا شي بفكري تو هدف هر وقت فکر ما كه موگه كه اونجا مثلا چيز را حرامي حضرت زینب خراب مکنه. آها. آره دیگه حرم حجر بن عدیه خراب کرد. آها. حرم حضرت رقیه را حرم حضرت رقیه را خراب مکنه. آنها گفتن. ایرانی ها گفتن. اجل هون قالوا له الايرانيين انه المراقد الشيعيه المقدسه مثل مرقد السيده زينب ومرقد كي بود رقيه انه السنه هون عم ينكشوا لهم قبورهم وهن جايين يدافعوا عنه. چند نفر بود همه حمله این در این منطقه مثلا چند نفر بود همه کلا تقریبا 150 نفر 150 یا 400 آره اون شده مشخص بلد نیستی تو تقریبا مثلا چند تقریبا 150 نفر ممکن آها یعنی تقریبا اللي كان هون 150 الى 250 نفر از اونجا از کجا این همه 150 نفر از کجا همه؟ از چیز آمد از پایگاه اصلی از مود بغوس بغوس اومدن؟ نه همه ملتی کی بودن؟ اونا همه جایی هم پاکستانی هست افغانی هست ایرانی هست حزب الله؟ حزب الله هست یعنی حزب الله یاد یا کم؟ حزب الله زیاد هم زیاد حزب الله زیاد اجو لهونی اجوا لهوني بحدود ال 150 نفر اللي هاجموا بس من منطقه البحوث لهوني الكل كانوا 600 نفر قسمون على اقسام اللي بعثوا لهوني 150 ل 200 نفر كان في منهم جنسيات باكستانيه ايرانيه لبنانيه من حزب الله وعراقيه هم ان توقفتي مسكي حسيني ان فرماندي يا تشيك بود مسكو اون فرمانده دیگه فرمانده اون می جنگه یا اون فقط مثلا چی کار داری اون اینجا فرمانده ای اون فقط چیز را جمع نفر جمع هذا كان معن ضابط ايراني اسمه مسكي حسيني هو المسؤول تو دمشق رفتی چند روزه در دمشق از ایران گمادم دورز در دمشق بودیم اول دوی سلسونی حلب آها اجو من دمشق مباشرتا فضل هوا بایمان جنگی اومدی اینجا؟ نه هوا بایمای کلان اومدیم آها اجو بطریق طیاره على المطار
يعني ريشه براي شيء تو قفتي مثلا ريشه فرق نيست براي افغانيا حزب الله يا ريشه ان مثلا براي شيء تو مثلا كل ريشه يا ايراني ريشه كان كم كم فار ندر ايران دريش فار ندر حالا ملت خود خرا ارچ باشه باشه ولی ملت دیگه جای مثلا افغانی و پاکستانی و جای دیگه همه ریشه دارن فرق نیست هر کسی هر رقم یعنی دقن های مربینا ما هي فرق يعني كلياتهم بيربوا دقن هونيك میدونی وقت حمله وقت این حمله مثلا تو اومدی از بحوث اینجا بیاده چند ساعت مثلا چند کیلومتر بیاده اومدی ما مثلا ماشین هست یک ساعت ماشین اومدیم بالسيارة اجو ساعة واحدة بعد از این بعد از اون تقریبا 8 ساعت پای بیاده اومد 8 ساعت بیاده اومده 7 ساعت اجو ماشی ماشی یعنی بیاده کجا مثلا تو نقش داری مثلا نقشه چطور اومدی تو این مثلا زمین اینجا نیدونی چطور اومدی بایدی خب اونجا نفرای حزب الله و نفرای چیز پیش بود حزب الله آره خب اون بلد نیست هم حزب الله اینجا بلد نوبل زهرا بود حزب الله بود نفر قدر بود ایرانی ها بود فرمانده ایرانی اونا پیش بود ما این زمین بلد هست اونا بلد بود فرمانده آره اجو أبي يقول أنه هن أجوا ما بيعرفوا الأرض هنا في معهم من نبل والزهراء شبيحة وفي معهم من حزب الله بيعرفوا الأرض كويس ومعهم خرائط عم يدلون عن الطريق خب تو فرار ناكابي فرار شتور مثلا تو وما دي إنجو إن مكان خب ما مراد سجير كده بيجرف أها دور بار بيجرف أها آره دیگه یک فرمانده اونجا به تو مثلا این وقت مثلا فرار نمیکنی میدونی خب فرمانده اونجا بود اگه ما فرار میکردیم مرا میزد نکشت فرمانده فرار کرده نه فرمانده اونجا کشته شد فرمانده آره کشته شد اسمی چی بود اسم اون فرمانده اسم اون فرمانده خلیلی اسمی یا خليلي اسمي اون خليلي فرمانده ايوه هن كانوا بيهربوا بس القائد الحمله اللي معهم اللي قائد المجموعه الجماعه تبعيتهم اللي هي بيختص فيهم هدول الجماعه قتل هو لذلك هن ما عاد يعرفوا الطريق فاجى الجيش الحر وألقى القبض عليهم طبعا بعد ما تحصنوا في بناء وتم نسفهم الله أكبر والعزة لله الله أكبر والعزة لله الله أكبر أكبر والعزة لله الله أكبر والعزة لله الله أكبر وما رميت رميت لكن الله رمى الله أكبر نطمئن كافة أهلنا في حلب المدينة وفي المناطق المحيطة بها إن شاء الله لن نسمح لهم بإطباق الحصار على حلب
ولكن هيهات هيهات بإذن الله سنتمكن من قطع رأس هذه الأفعى ونحول أيضا الدفاع إلى هجوم وأيضا نسترد باقي المناطق. طبعا المتطوعين عندنا في الدفاع المدني ما في يعني ما بنطلب دراسات، كلها تطوع يعني. اللي معه شهاده تاسع، اللي معه سادس، اللي ما معه شهاده ابدا، اللي كان عم يشتغل عامل، كان سائق اعمال حره، كله تطوع في عندنا في الدفاع المدني الحر. في عندنا اعمار متفاوته، عندنا اعمار تقريبا من 16 سنه لحد ال 40 سنه. 40-45 سنة. الإمكانيات ضعيفة بالنسبة للآليات الثقيلة والعتاد، العتاد الفردي. نحن بحاجة لعتاد فردي زائد آليات ثقيلة، ما عندنا آليات ثقيلة أبدا. نحن طبعا مركز عنادان هو المركز الرئيسي للريف الشمالي كله. عندنا نقاط بتتوزع حريتان، معارة، كفر حمراء، حيان، عزاز، مارع، تل رفعت، المنطقة الصناعية تل الشعير. طبعا نحن كنا نعمل تطوعا، صارنا شي 3 شهور أو 4 شهور نقبض رواتب من الحكومة المؤقتة. طبعا لا يخلص الشهر ويبلش الشهر الثاني يخلص ليجيبوا لنا الرواتب، وهلا صار شهرين ما قبضانين الرواتب. وطبعا الشباب كلها أغلبها متجوزة وعندها أطفال وبحاجة للمادة ولباس كمان، ما عندنا لباس. نحن هون بالمركز ما لنا اختصاص، يعني ما في حدا مختص بشغلة واحدة. أغلب العناصر بتشتغل بالإطفاء وبالإنقاذ. أنا شغلتي إداري، بس وقت بيضطر الأمر بشتغل على الإنقاذ وبشتغل على الإطفاء. هلأ بنعاني من صعوبة أحيانا، مثلا بمكان الحريق استهداف الطيران مستهدفنا. كمان في عنا مثلا عم نعاني من نقص مادة الفوم، في حرائق مازوت كتير عم نعاني من نقص مادة الفوم. بنحتاج دم ملحق كمان، ما في عم نعاني من هالمشكلة. ريف شمالي كلاته ما فيه ملحق واحد، أو بشكل عام عن المدينة ما في ملحق واحد. صار استهداف لعدة مراكز دفاع المدني. من مركزنا استشهدوا 3 شباب، وفي من مركز مجاور إنا كمان استشهدوا شابين، وفي كمان مركز المجاور قريب منا يعني كمان عندهم شهيد واحد. كنت عامل نجار بيتون، وبعد الثورة وأثناء القصف وهيك شفنا المدنيين عم تنقصف والأطفال والأولاد، طلعت من التطوع في الدفاع المدني لإنقاذ العالم وإنقاذ الأطفال والنساء، وهلا شيء اشتغلنا. صرنا بجي سنتين كنا أول شيء ما عنا أجور أي راتب أو شيء، كله تطوع، ونحن كلياتنا كنا رضيانين ونشتغل هالشيء كله. يا شباب انقاذ، فريق انقاذ، فريق انقاذ. نفذ 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 السلام، نفذ نفذ هذا السلام يا الله. الله الله اكبر 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 بجانك وخطير. الله أكبر الله أكبر. 13-10-2014 القائد برامين تفجر على مدينة سراقب. Never agree.
أكبر. دين ترسان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قصف الطيران المروحي. الله أكبر. 13/10/2014 ثلاث براميل متتالية على المدينة. الله أكبر. الطيران المروحي يقصف مدينة مورك بالحاويات المتفجرة. الطيران المروحي يقصف مدينة مورك بالحاويات المتفجرة. تحليق الطيران المروحي في سماء مدينة أنخل. مدينة أنخل 13/10/2014 الطيران المروحي يحلق في سماء المدينة. الله أكبر. زتت برميلين. الله أكبر الله أكبر. زتت الله أكبر. أكبر. 13/10 استهداف مدينة أنخل بالبراميل المتفجرة. حسبنا الله ونعم الوكيل. أطراف مدينة عربين 13/10/2014. درع بلدة اليدودة 13/10/2014 انفجار سيارة مفخخة في ساعات الليل المتأخرة من مساء يوم أمس. الله أكبر. لواء السابع قوات خاصة الفرقمي 1 مشاة. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. اللواء السابع الله أكبر. قوات خاصة الله أكبر. تدمير مدفع 57 الله أكبر الله أكبر. تدمير مدفع 57 الله أكبر. لواء السابع الله أكبر الله أكبر. هلا إعلام النظام عم بيقول إنه سيطر تقريبا أكثر من 90% من جوبر، حتى يعني جبهة طيبة ولا جبهة عارفي. هلا نحن وين على أي جبهة متواجدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، نحن هلأ على جبهة عرفة، والنظام معروف بكذبه من أول الثورة لحد الآن، وسيطرت وسيطرت وأفادت وهي والحمد لله يعني تقدم بضعة مباني، أما كل ما يروجه من تقدم لوسط زمانكا وحي جوبر وكذا فهو عار عن الصحة وكاذب، ما تقدم سوى بضعة
يعني مباني، اما المجاهدين ما كانوا ثابتين وما في اي شيء. طبعا التقدم ما كان من جبهتكم، من جبهه ثانيه؟ لا لا لا، تقدم كان من جبهه طيبه. نحن هلا اي جبهه؟ اي جبهه عارفه، ما تقدم عليها شبر، والحين نحن باذن الله على ابواب دمشق وقادمين باذن الله. باذن الله، الله يحميكم يا رب. عيون الأخبار.